السلام عليكم. يصل الرئيس هادي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72. في هذه الزيارة وبحسب مقابلة صحفية سابقة للرئيس، فإنه سيعقد عددا من الاجتماعات أهمها مع البنك الدولي وتتعلق بدعم البنك المركزي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي سيعود به الرئيس هادي من زيارته إلى نيويورك، وما الذي يمنعه من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ في حين يصل الرئيس هادي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال الرئيس نفسه ممنوعا من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن من قبل قوات التحالف العربي. في مفارقة مثيرة للاستغراب بالنظر إلى أن شعار التحالف هو التدخل في اليمن من أجل إعادة الشرعية ومساندة الرئيس هادي. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. العام الماضي ومن هذه المنصة نقلت إليكم بشائر عودة الشرعية إلى اليمن. للمرة الثانية خلال عامين يزور هادي نيويورك ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطرح فيها المشكلة اليمنية التي باتت ضيفا دائما في اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من عامين. يتحرك هادي ويلتقي بالسفراء والمسؤولين الدوليين كرئيس وممثل للشرعية اليمنية، وبإمكانه التنقل والسفر إلى مختلف عواصم العالم، بينما لا يزال محظورا عليه العودة إلى عاصمته المؤقتة منذ أكثر من عام من قبل القوات الإماراتية الممسكة بزمام الأمور في عدن والمحافظات الجنوبية. زيارة هادي المخصصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها 72 فرصة جديدة للحديث عن المأساة اليمنية التي لم تعد خافية على أحد في العالم، وإن لم تحظى بالتعاطف المطلوب ولا حتى بالاهتمام اللائق بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة ذاتها. مصادر رئاسية أكدت أن هادي سيلتقي بمسؤولين أمريكيين وأمميين لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد وتعطل كافة مسارات الحل السياسي والبحث عن منافذ جديدة للحل الصعب. لن يتوقف هادي في القاعات المغلقة للأمم المتحدة، وهذا ما يتضح من خلال الوفد المرافق له الذي ضم وزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي بالإضافة لمحافظ البنك المركزي، حيث من المقرر أن يلتقي بمسؤولين في البنك الدولي بحثا عن دعم للبنك المركزي وإعادة تفعيل التعاملات المالية مع البنك في عدن بعد نقله. تبقى الأسئلة الهامة حول مستقبل علاقة هادي بالتحالف وأركانه، خصوصا مع تدهور العلاقة بين الرئاسة وبين الإمارات ومحاولة الحد من صلاحياته عبر تشكيل اللجان المشتركة، مهمتها فلترة قرارات هادي والاستمرار في وضعه تحت الوصاية ومحدودية التحركات واستمرار الموقف الرافض لعودته لليمن، وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه أو إيجاد مبررات مقنعة حول أسبابه. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، إذا تابعنا هذا التقرير الذي لخص المشهد لتحركات الرئيس هادي والشرعية والجهود التي يبذلها الرئيس عبد الرب منصور هادي في كل دورات الأمم المتحدة وفي الجمعية العمومية من أجل إيصال القضية اليمنية ومساندة اليمن حتى تستعاد الدولة والقضاء على الإنقلاب. على الجانب الآخر أيضا استعرض التقرير فيما يخص ما هو حاصل الآن في عدن وعدم مقدرة الرئيس هادي من العودة إلى عدن، ربما عام مر ولم يعود إلى عدن بسبب امتناع قوات التحالف العربي في عدن، والمقصود فيها هي الإمارات المتحكمة في هذا الملف في المحافظة الجنوبية لأسباب يجهلها الكثير، لا أحد يعرف ما هو المغزى من عدم السماح بعودة الرئيس هادي. وهناك حصلت العديد من الإشكالات في عدن شهدتها الأيام الأخيرة، كان آخرها ما حصل بالأمس من اشتباكات بين الحرس الرئاسي وبين قوات الحزام الأمني الذي تدخلت فيه قوات التحالف العربي ممثلة بالإمارات العربية لمساندة الحزام الأمني، وانتهت هذه الاشتباكات ولا زال التوتر قائم. إذن نشارك معنا في الحديث الآن وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ حمزة الكمالي. مرحبا بك أستاذ حمزة. تفضل. مرحبا بك. أهلا بك أستاذ حمزة. يعني زيارة أخرى للرئيس عبد الرب منصور هادي إلى نيويورك لتمثيل اليمن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برأيك ما الذي يحمله الرئيس هذه المرة؟ الرئيس دائما هو يحمل لواء الشرعية ولواء الدولة في مواجهة الانقلاب، سينقل لقادة العالم الوضع في اليمن وما وصلت إليها التطورات بخصوص محاربة الانقلاب ومحاربة القاعدة على المستوى العسكري والأمني، وسيطلعهم على آخر تطورات الأوضاع السياسية بالأخص تطور الأوضاع في عدن وتحسنها بما يتعلق بالخدمات وبواجبات الدولة
وسيطلعهم على رؤية اليمن بما يتعلق بالسلام الشامل والعادل الذي يطلبه اليمن وفقا للقرارات الدولية. وسيلتقي فخامة الرئيس على هامش القمة، سيعقد قمم مع رؤساء وملوك وقادة الدول العربية والأجنبية. نعم، برأيك ما الذي سيحقق الرئيس هادي في هذه الزيارة، أو بشكل آخر ما الذي سيعود به من هناك؟ بالطبع تقوية العلاقات الثنائية مع قادة الدول الكبرى هو أمر مهم جدا، والتنسيق أيضا في المجالات العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومحاربة الانقلاب، بالإضافة إلى التنسيق على المستوى الأمني لضمان سلامة المياه الدولية. هذا أحد الملفات الرئيسية، لأنكم كما تعلمون بأن ميليشيات الانقلابية، ميليشيات المخلوع صالح والحوثيين، تقوم بتهديدات للمياه الإقليمية والدولية بدعم من إيران لمحاولة زعزعة أمن المنطقة. هذا أحد الملفات الرئيسية التي سيطرحها فخامة الرئيس على القمة. سيكون هناك كلمة إن شاء الله سيلقيها، وستكون العمل بشكل رئيسي سيركز على هذه الملفات، ملف استعادة الدولة والجهود التي يبذلها فخامة الرئيس وحكومة الدكتور أحمد عبد بن دغر تحت قيادته بهذا الصدد. أنا أعتقد أنها زيارة مهمة، وأن اللقاءات الثنائية التي تم الترتيب لها ستكون مهمة ومؤثرة مع قادة الدول إن شاء الله. نعم، حديث الرئيس قبل أيام بأنه سيبحث دعما أيضا مع البنك الدولي لدعم البنك المركزي في عدن، باعتقادك ما طبيعة هذا الدعم المتوقع؟ كان هناك، هذا ليس أول لقاء يجريه فخامة الرئيس مع قيادة البنك الدولي ولا مع قيادة صندوق النقد. كان هناك لقاءات متعددة أجريت في سبتمبر السابق، وأيضا كان هناك لقاءات قامت بها قيادة البنك المركزي والممثلة بمحافظ البنك وبالقيادة وأيضا بوزارة الخارجية. بهذا الصدد هناك عمل، هنا اليمن تريد تحتاج الآن دعم، وهذا الدعم يجب أن يكون قوي وثابت للحكومة، لأنه ثبات الحكومة وقوتها معناته رفع مستوى الاستقرار والتقليل من حالة الاهتزاز الاقتصادي. يعني نحن نعلم جيدا بأن الانقلاب سبب كارثة إنسانية وكارثة على المستوى الغذائي، وأنه دعم الدولة هو السبيل الأمثل والأنقع لمعالجة هذه المشكلة. المجتمع الدولي منفتح معنا ومتساعد، وإن شاء الله نرى نتائج ملموسة في هذا الملف، لأنه نحن كما ذكرت لك قبل قليل أنه نحن نريد أن تعود الدولة بقوتها وتستطيع أن تقدم الخدمات للناس. هناك قروض سيتم محاولة إعادة إحيائها، وهناك ما يتعلق بتثبيت العملة اليمنية بدعم مباشر للريال اليمني، وهناك أيضا الملف الذي كما قلت لك هو الملف الرئيسي وهو ملف الأمن والعسكري. نعم، البعض يتساءل أستاذ حمزة، إذا كان الرئيس هادي قادرا على الذهاب إلى أي مكان ومغادرة مقر إقامته في الرياض وزيارة أي دولة في العالم، لماذا لا يعود إلى عدن؟ أنا أريد أن أنوه هنا نقطة مهمة جدا. فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ويعني يقوم بواجبه بما يتعلق بالملف السياسي والعسكري والأمني. تقوم الحكومة بواجبها على الأرض بما يتعلق بالملف الخدماتي. هناك عمل الرئيس عبد الرب منصور هادي ذهب إلى الرياض وعاد إلى عدن أكثر من مرة، وهو سيعود إلى عدن إن شاء الله قريبا. وأنا أقول أنه الحكومة متواجدة وتخدم الناس على الأرض، وعودة الرئيس هي مهمة ومؤثرة، لكن الرئيس يقوم بمهامه بشكل كامل في هذه اللحظة. وأنا أقول بوضوح إن كان هناك بعض الاختلالات الأمنية والعسكرية فإنه يتم معالجتها، والرئيس عبد الرب منصور هادي قريب من الناس، يقدم توجيهاته للحكومة على مستوى رئيس الحكومة وعلى مستوى نائب الرئيس وعلى مستوى الوزراء وحتى القطاعات العامة والعسكرية، تسري بشكل كامل وبشكل مستمر وسلس، والعمل يتم على أكمل وجه. ويعني الرئيس هو صاحب القرار الأول في الدولة، وهو صاحب الكلمة العليا، وهو قائد معركة استعادة الشرعية، ولا أعتقد أنه غيابه لفترة عن عدن سيشكل فرق كبير. هو موجود وحاضر، وعودته إلى عدن ستكون قريبة بإذن الله. لكن كما تعلم أستاذ حمزة، الوضع في عدن ربما في هناك يعني صراع واضح، وظهر ذلك جليا ما حدث بالأمس في عدن من اشتباكات، والجميع يلح ويشدد على أهمية عودة الرئيس إلى عدن. بالتأكيد عودة الرئيس إلى عدن بعد زيارة الخارجية ستكون مهمة، وستستطيع أن تعالج المشاكل. الرئيس هو أبو الجميع، يعني الرئيس هو يعني كما قلت لك هو أبو، يعني يعتبر أب لهذه المسيرة وهو قائدها. ويعني أنا مع تماما هذا الرأي، يعني بأن الاختلالات الحاصلة الآن هي اختلالات يعني ليست صحية ولا مقبولة، لكن هي اختلالات طبيعية تحصل في بلاد ما بعد
الأزمات وما بعد المواجهات، ونرى أنه هذا الخلاف الذي حصل يعني يتم استيعابه بطريقة أفضل من ذلك. يجب أن يقترب الأطراف من بعضهم ويعلموا أن هناك معركة واحدة وواضحة، وهي معركة استعادة الشرعية. وأقولها بوضوح أنه يعني توحيد القيادات الجيش والأمن هو الحل الأمثل والأنجع لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري وكامل. ونحن نعول على قيادة التحالف العربي ثالث المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الإمارات، نعم، لما لهم من دور فاعل وقوي في دعم الشرعية للعمل معنا لتوحيد هذه القوات ووضعها تحت لواء واضح وواحد. نعم أستاذ حمزة، سؤال أخير فقط، الاتهامات التي توجه لدولة الإمارات أنها هي من تقف عائق وحاجز أمام عودة الرئيس إلى عدن، صحتها؟ يعني أنا أقول هذه اتهامات تظهر في الإعلام، هناك يعني اختلاف في وجهات النظر، لكن أنه لا أحد يستطيع أن يمنع الرئيس من العودة إلى عدن، ولا أحد يستطيع أن يمنع الدولة من العودة إلى عدن. الرئيس الحكومة موجودة وتمارس مهامها، والأرض هي أرض اليمنيين، والأشقاء في التحالف العربي هم داعمين للقيادة الشرعية وداعمين للدولة، ولن يستطيعوا أن يكونوا ولا يقبلوا هم أنفسهم أن يكونوا حاجز أمام نمو اليمن وأمام استعادة الشرعية واكتمال المعركة التحرير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الشباب والرياضة الأستاذ حمزة الكمالي، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، ونشرك معنا في الحديث من تعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي. مساء الخير دكتور فيصل. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور. أنت قراءتك يعني الرئيس هادي ربما باستطاعته زيارة ومغادرة مقر إقامته في الرياض وزيارة أي دولة في العالم، لكنه لا يستطيع العودة إلى عدن، برأيك لماذا؟ بالتأكيد هناك مخاوف أمنية واضحة، لأن الرئيس عبد الرب منصور لا يمتلك سلطة السيطرة والقرار على المناطق المحررة حتى يثق لينزل إليها ويمارس سلطاته دون مخاوف. وهناك مخاوف لدول التحالف أيضا تخشى أن يصاب الرئيس عبد الرب منصور بأي أذى، فهو خيط الشرعية التي يمنحها شرعية التدخل. بدون عبد الرب منصور ستصبح دول التحالف نفسها فاقدة لهذا الخيط من المشروعية في التدخل، إلى جانب أن دول التحالف عمله على الأرض عمل متناقض ومتضارب وهش، هي لم تسهم إلى حد الآن بتأمين المناطق المحررة، بدعمها، بإعمارها، بصرف الرواتب للناس، بإعطاء إشارة واضحة للشعب اليمني وللإقليم وللعالم بأنها فعلا تلتزم أخلاقيا وقانونيا باستعادة الدولة اليمنية. الحقيقة نحن غرقنا بهذا التدخل دون نهاية واضحة، يعني لا يستطيع أكبر المحللين في العالم أن يقول لك ما هي النهاية التي يمكن أن نصل إليها. كل يوم نزداد غموضا، كل يوم نزداد تشظيا، والجبهات المفتوحة هي جبهات هشة. يعني من يملك دكتور فيصل، من يملك شفرة حل هذه النقاط التي تحدثت عنها ولا أحد يعني يستطيع التكهن بالنهاية في اليمن؟ الحقيقة ليس هناك طرف واحد يمتلك شفرة، لكن هناك مجموعة من الأطراف بوسعها أن تسهم معا بشيء من التنسيق أن تحل هذا الإلغاز. السلطة الشرعية نفسها هي سلطة رخوة، لم تحسن الإدارة الجيدة ولم تحسن أيضا التعيين واتخاذ القرار الجيد، وبالتالي تركت فراغا للآخرين ليلعبوا في هذا المجال المفتوح. كذلك دول التحالف ليست بخبرة عسكرية كافية ولا هي حريصة على تحقيق الأهداف المعلنة، ربما هناك أهداف مسكوت عنها تشتغل وفقا لها. اللاعب الدولي أيضا هو لا يهمه أن تكون المنطقة آمنة، هو يهمه أن تكون ضعيفة ليسهل السيطرة عليها دون ضحايا دون تضحيات، وبالتالي هو يستثمر الجانب العسكري ويستثمر الجانب الأمني لصالحه. إذا فهناك أكثر من طرف محلي أقليمي دولي، وكل جهة تسهم إلى حد ما بهذا العبث. نعم الأزمة دكتور فيصل بين هادي والإمارات تبدو أنها مستحكمة وكأنها أيضا غير قابلة للحل. الأزمة بين السلطة الشرعية والإمارات من حيث الوثائق الرسمية لا نستطيع أن نثبت أن هناك أزمة، ولكن على الأرض فقط هي التي تكشف أن هناك أزمة، وبالتالي قانونا لا تستطيع أن تدين هذا الطرف بأنه على خلاف مع السلطة الشرعية، لأن التصريحات الرسمية والوثائق والإعلانات والتصريحات لا تشيء به مثل هذا. إنما على الأرض الشغل
لا يخص الإمارات فقط الحقيقة، وإنما حتى يخص جميع أطراف التحالف الإمارات السعودية مشتركين بهذا القرار الغائم أو العائم الذي لا ينبئ بأن هناك بارقة أمل بأن نصل نحن وإياهم إلى بر الأمان. يعني لا، ليست اليمن فقط هي في مهب الريح، حتى دول الخليج الآن في مثل هذا العبث هي تفتح على نفسها أبواب خلفية لا تدرك مدى خطورتها في المستقبل. ما مصلحة دكتور فيصل قوات التحالف في اليمن أن تستمر اليمن بهذا الضعف وبهذه الصراعات ولا ينجز النصر وتنتهي الحرب؟ هنا سنكون مضطرين للاستنتاج أكثر من التدليل بوقائع وبراهين. نعم. الإمارات تشتغل على مستوى السواحل للسيطرة عليها لجمع كثير من المصالح، إما حماية لموقع دبي في الخارطة البحرية أو لتمديد دبي في الخارطة البحرية. السعودية تكتفي أيضا بمطامعها على الحدود الممتدة مع اليمن أكثر من 2000 كيلو، فهي محادثة لصعدة وللجوف ولمارب ولحضرموت وللمهرة، وبالتالي هناك ثروات وهناك أشياء استراتيجية نحن قد لا ندرك حقيقتها، والاشتغال السياسي يتم عادة على المعلومات الغير معلنة وليس على المعلومات المعلنة. نعم. طيب دكتور، إذا زيارة الرئيس هادي إلى نيويورك، ما الذي باعتقادك سيعود به هذه المرة الرئيس هادي، أو بمعنى آخر ما الذي سيحققه في هذه الزيارة؟ لا أعتقد بأن الزيارة يمكن أن يعول عليها، هي زيارة بروتوكولية، سيؤدي خطابا في الأمم المتحدة مثل أي زيارة سابقة، لأنه إنجاز الأعمال الدبلوماسية والسياسية بإمكانها اليوم أن تنجز عبر الهاتف وعبر السكايب وعبر اتصالات مباشرة عبر السفارة. هناك أكثر من طريقة، والزيارة ربما إذا كان معول عليها ربما تكون زيارة غير متعلقة بنشاط أممي، ربما تكون زيارة خاصة فعلا لمناقشة الوضع اليمني، وهذا ليس حاضرا. نعم. طيب دكتور، يعني لو ربطنا الموضوع الآن، هذه الزيارة للمجتمع الدولي من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع أيضا الوضع الآن، التغيرات اللي حصلت في الداخل من تغيير لقيادة هيئة الأركان، من تغيير لبعض قادة المناطق العسكرية، من الزيارات التي قام بها نائب الرئيس وتحرك أيضا رئيس الحكومة، هل تعتقد بأن الرئيس سيبحث عن يعني دعم ما لوجستي لإنجاز عمل عسكري قريب؟ إلى الآن القرارات المتخذة ليست مشجعة للآمال ولا يعول عليها. نموذج تعز مثالا، أنت عندما تصدر قرار لتضيف لتعز 4 وكلاء محافظات يظل محافظ غائب عن تعز لهذه الفترة، عن مدينة مهمشة لا هي محررة ولا هي أيضا محدد موقف منها. التغيير قيادة الأركان هو تغيير شخص، ليس بإمكانه أن ينجز شيئا فارقا إلا إذا أنبأتنا الأيام القادمة بمثل هذا الإنجاز. يعني للأسف الرئيس عبد الرب منصور إلى الآن قراراته ليست رصينة إلى الحد الذي يمكن أن نعول عليها، لأن تعيناته كلها تصب في صالح أناس اخترقوا أو انتقلوا من دائرة المخلوع إلى دائرته، ومثل هذا التصرف عادة ليس حكيما، كما كان عندما ترك لمحمد ناصر أحمد يعبث بالجيش ويترك ويفتح الأبواب للحوثيين، وهو مقدور أن يغير الوزير إذا كان يرى بأن تصرفاته غير مرضعها. لم يتعلم من الدرس بعد، هكذا تريد القول دكتور؟ أنا أقول لا نستطيع أن نجزم، ولكن ندع نتعلق بالأمل، لعل هناك ليلة القادر تنزل عليه ليتخذ قرارا مفاجئا ليفرح الناس، ولكن بعد هذه الفترة الطويلة 12 شهر الناس بدون رواتب، هذه جريمة لا تغتفر، لا له ولا لغيره، لا له للتحالف، لا له للمجتمع الدولي. يعني شعب في ظل حرب لا إغاثة لا رواتب لا ترتيبة عسكرية لتنهي الحرب، الحقيقة جرائم ثلاثية وجرائم متعددة، هم مدانون أخلاقيا وتاريخيا، ونحن الآن في زمن الفضاء المفتوح تسجل كل الكلمات تسجل كل الأصوات، لن يغفر لهم التاريخ، لسنا في زمن القلم المنحى باليد. نعم دكتور، تابعت يعني ما حدث من اشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي والحزام الأمني في عدن، كيف تقرأ أو كيف تابعت هذه الاشتباكات وإلى ما تشير؟
هذه تشير كما ذكرت لك في السؤال في الإجابة عن السؤال الأول، يعني هناك غياب للاستقرار الأمني في عدن، وهذا ما يدفع عبد الرب منصور إلى التحرك خارج اليمن، ولا يستطيع أن يعود إلى اليمن وهو مطمئن نتيجة لعدم سيطرته على سلطاته. لا لكن هذه فصائل أمنية دكتور فيصل، لكن يعني ما حدث في عدن هو بين جهات أمنية وعسكرية معروفة ورسمية، ليست أي أقصد عمليات إرهابية أو يعني ليست هناك من يتحكم بها. الحزام الأمني ليس تحت إدارة الحكومة اليمنية ولا السلطة الشرعية للأسف، نقولها بوضوح، يتأخذ أوامرها من الممول، لنبحث من يمول هذه الحزام الأمني، ومن هو الذي سعى إلى تنظيمه، ومن هو الذي دعمه بالسلاح، فهو الذي يسيطر على هذه القوات. أراد عبد الرب منصور أن يبني قوة حماية رئاسية لكي يتكئ عليها في تأمين عدن وتأمين حضوره، لكنه فشل، ولا يستطيع أيضا أن يتخلص من الإمارات الآن أو من التحالف دول التحالف، لأن أيضا وضع اليمن بحاجة إلى مثل هذا السند الغير معول عليه للأسف بالطريقة المأمول. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ علوم السياسية بجامعة الحديدة على مشاركتك معنا، والشكر أيضا لوكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.